صباح الخير على كل متابعي اليوم السابع، معكم هيثم البدري من محافظة أسيوط وتحديدا من مكتب شهر العقاري أو مكتب التوثيق بمجمع المحاكم بمحافظة أسيوط، واحد من أكبر مكاتب شهر العقاري الذي يستقبل المواطنين اليوم بعد العودة الكاملة للعمل. بنتابع مع حضراتكم الإجراءات الاحترازية والإجراءات المتبعة في التوثيق، وهو الاشتراطات دخول المواطن بالكمامة مع التباعد الآمن بين المواطنين ووجود مكاتب عازلة ما بين المواطن وما بين الموظف. يمكن نشاهد مع حضراتكم كل المواطنين الموجودين داخل قاعة المكتب الشهر العقاري بالكمامات، حيث هناك تجهيزات واستعدادات لبدء العمل مع ضرورة وجود تباعد آمن بين كل مواطن، ولا يسمح إلا بدخول مواطن فقط على الشباك. تنظيم من بداية المكتب حيث لا يسمح بالدخول إلا بالكمامة. هناك إجراء تنمية حيث يوجد فرد الأمن موجود أمام باب شهر عقاري، ولا يسمح للشخص بالمرور إلا وهو مرتدي الكمامة الخاصة به. للوقوف على الإجراءات المتبعة معنا ومعكم الأستاذ أحمد عبد الرشيد الصاوي، رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري الموجود داخل مجمع المحاكم أو داخل مجمع محاكم محافظة أسيوط. في البداية عايزين نتعرف من حضرتك على الإجراءات المتبعة بعد عودة العمل في اليوم الأول بشكل كامل لمكاتب الشهر العقاري وتحديدا هنا في محافظة أسيوط. بالنسبة للإجراءات المتبعة هي كلها إجراءات في إطار التدابير الاحترازية اللي بتاخدها الدولة لمواجهة كورونا، اللي هو التباعد بين المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري. يبقى في مساحات كافيه لتحقيق السلام او السلامه والحفاظ على صحه المواطنين. كمان لازم ارتداء الكمامه والحفاظات، وبنحاول برضو ان كل مواطن يبقى داخل معاه القلم بتاعه الخاص بيه، والاهتمام بتعقيم المكان بصفه دوريه. لو اتكلمنا استاذ احمد على يعني الخدمات المقدمه داخل مكتب الشهر العقاري، هل هناك عوده للاعمال بالكامل ولا ما زالت هناك بعض الاجراءات حتى الان لم تصل او لم يتم تفعيلها داخل مكاتب الشهر العقاري؟ هو احنا يعني نعتبر ان احنا عملنا حاجه عوده شبه كامله، يعني في بعض الاجراءات لسه معلقه ولكن مش بتؤثر على سير العمل في الشهر العقاري، وان شاء الله في الفتره القريبه باذن الله هيتفتح او هنسمح بكل الاجراءات، منها الاجراءات اللي بتتطلب انتقال الموظف خارج المكتب، لان ده طبعا بيعرض الموظف لانه يكون وسيله نقل المرض او ان هو يجيب المرض من بره. بالظبط كده. هل في بعض الحالات مثلا تستثنى؟ يعني انا عارف ان النهارده اول يوم في حاله زحام شديده، وبيحاول ان احنا بقى في تنظيم اكتر يمكن خارج المكتب، برضه هناك في موجود عدد كبير من المواطنين، كيف يتم تنظيم المواطنين؟ هل هناك اولويات؟ هل مثلا كبار السن لهم طبيعه خاصه في التعامل؟ طبعا طبعا احنا هنا بنحاول نمشي في الاول كبار السن، وبما ان هو المكتب هنا اساسا مكتب مميكن بيعمل بالنظام الالكتروني، فده متاح في المنظومه بتاعتنا ان اللي هو متجاوز السن فوق ال 60 بيمشي قبل غيره عشان ما يفضلش انتظاره في المكان يعرضه للخطر. بالظبط كده. لو احنا اتكلمنا، هل بالحالة الزحام دي بتبقى مستمره على هذا المكتب تحديدا ولا علشان احنا لسه راجعين بس في اول يوم عمل، فالنهارده ممكن تكون الظروف يعني اصعب شويه؟ هو النهارده طبعا عشان بدانا في اجراء التوكيلات العامه، وهي مرتبطه طبعا في جزء منها مرتبط باعمال المحاكم والقضايا، منها توكيل القضايا، فده طبعا ادى لزحام، والزحام طبعا موجود في جميع افرع مكاتب الشهر العقاري، يعني مش في المكتب هنا بس.
لو احنا اتكلمنا عن الاجراءات المتبعه ووجود الكمامه، هل من الممكن ان المواطن يدخل الى داخل المكتب العقاري بدون كمامه؟ لا لا، لازم ان المواطن يكون مرتدي الكمامه، ده شرط اساسي في دخول أروقة مكاتب الشغل العقاري، إن يكون مرتدي الكمامة ويحاول يحافظ على المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين. مواعيد العمل اللي تم تحديدها في بداية أول يوم عمل، مواعيد العمل هي المواعيد المعتادة من 8:30 صباحا لحد الساعة 4:30 مساء إلا يوم الجمعة وكل طول أيام الأسبوع الجديدة. في أي تعليمات حضرتك بتطلبها من الموظفين في التعامل مع المواطنين وخاصة الموجودين داخل المكتب الشغل العقاري؟ طبعا اللي احنا بنواجه الموظفين حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطن، ان هو دايما يكون مرتدي الكمامة بتاعته وبيقوم بصفة مستمرة بتعقيم الادوات اللي بيستعملها المواطن، ويكون على انه يتعامل مع مواطن بيمارس نفس الاعمال او يكون بنفس الحاجات لابس الكمامة وملتزم بادوات السلامة. احنا بنشكر حضرتك يا احمد.